في المشرق العربي وتقسيم المنطقة وإعادة تقسيم المنطقة على أساس عرقي وطائفي وديني ومذهبي، وهذا شيء خطير. ونحيي صمود شعب العراق وصمود العراق في وجه هذا العدوان المرتقب، كما نحيي شعب فلسطين والانتفاضة والمقاومة، لأن العراق وفلسطين هما خطا الدفاع الأخير أمام مقاومة الأمة العربية لكل عدوان مرتقب. بارك الله فيكم أستاذ حسن، فعلا يعني حالة واحدة هي حالة الصمود على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وأمام هذه التحديات التي تستهدف مستقبل أجيال الأمة، وتتطلب من الأمة الكثير لمواجهة هذه التحديات ومواجهة هذه المؤامرة الصهيونية الأمريكية الكبيرة. يعني أنتم من دمشق، وأمام رؤية هذه الصورة ودمشق كما بغداد وكما أي عاصمة عربية أخرى هي مستهدفة بهذا المخطط العدواني الكبير، كيف تنظرون إلى متطلبات المواجهة؟ تفضل. نعم نعم، طبعا على المستوى الشعبي لابد من ان نقوم كقوى شعبيه عربيه. نعم. وعلى المستوى القومي لان نقوم بواجبنا من خلال مواجهه هذا العدوان، ومن خلال الوقوف الى جانب العراق ومع العراق صفا واحدا، ليشعر العدو الصهيوني والعدو الامريكي والقوى الاستعماريه. نعم. انه يواجه الأمة بمجموعها. هنالك نشاطات ومؤتمرات ويعني فاعليات تقوم في هذا القطر أوجات، ولكنها غير كافية حتى الآن. لابد من التنسيق على المستوى الشعبي العربي. نعم. لمواجهة هذه المخاطر ولمواجهة العدوان على العراق، لأن هذا لو نجح العدوان على العراق لا سمح الله، فستضع القوى الاستعمارية يدها على العراق لتطوق سوريا ولبنان وتقضي على الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية، وتحاصر إيران وتضع يدها على النفط العربي وعلى نفط العراق. وبعد أن وضعت يدها في حرب أفغانستان على النفط الإسلامي، وبالتالي الهدف هو السيطرة على العالم والبقاء، بقاء أمريكا متفردة على